بسم الله. لما اجي اصدر اي سكادول من الريفت باجي هنا من الار واقول له اكسبورت واروح مختار ريبورت واقول له سكادول، فابدا اصدر سكادول. بس هو ما بيصدرهاش للاكسل، بيصدرها تي اكس تي، وانا اضطر ان انا افتح ملف اكسل وابدا ادخل الملف دوت واحوله. في اداه بسيطه جدا اسمها اكسبورت سكادول، دي بتتحول على طول لجدول اكسل وبيطلع منسق ومهيئ بدل ما بيبقى تكست وتبدا انت تظبطه. خلينا نقول له دوكومنت واقول له سيف. هروح بقى للدوكومنت ادور على الاكسل. هتلاقي السكادول ظهر اهو في الاكسل.